وهذا السؤال هذا انا مزيان اللي جبتيه ليا، لانني انا كيف ما تعرف الجميع التصريح ديالي الاول اللي كان هذه سنه قبل ديك المباراه، فكان الاتفاق ديالي مع رئيس الجامعه ديال كره القدم منين كانت عندي الفكره وطرحتها عليه ولبى الطلب ديالي، فكان الشرط الوحيد ديالي باش نبدا هو انني انا كل ما هو مادي ما عنديش به علاقه. الماده كل ما هو مادي معناه التذاكر ديال اللاعبين والفندق اللي غادي يسكنوا فيه اللاعبين تكون الجامعه المغربيه هي المسؤوله. انا هذه قضيه وطنيه كيف ما تعرف الجميع، عيد وطني مغربي عزيز على جميع المغاربه، فانا الحمد لله الخبره والتجربه اللي عندي فكرت باش نجيب هاد اللاعبين، فما يمكنش انا في البلاد ديالي وغادي ندير مباراه وغادي ناخذ منها فلوس. انا تنتحدى اي واحد كيف ما بغى يكون نوعه، لا هو في الجامعه او لا هو اعلامي او لا هذا، يجيب لي بانني انا استفدت من هاد المباراه. الناس اللي ما فاهمينش هو ان كل شيء بالفلوس راه ما يمكنش. حنا الحمد لله اللهم لك الحمد كيف ما تعرف الجميع، فانا سبق لي درت عده صفقات خارج المغرب وداخل المغرب. تنظن كاين الناس اللي مساكن يلاه بداو ما عارفينش الحقيقه، ما عارفينش شكون هو كريم، شكون هما الصفقات اللي دار باش يمكن لهم يتكلموا يقولوا بانني انا استلمت فلوس في قضيه وطنيه. بالعكس انا كون بغيت نستافد ماشي عيب، انا باش نجيب هاد اللاعبين وهذا غادي نطلب وغادي نقول راني استفدت من هاد من هاد من هاد المباراه. انا من هاد المنبر ديالكم، فاي واحد يقول بانني انا خديت شي ريال يجيب لي شي دليل وانا معه. ورئيس الجامعه راه هو عارف وراه هو سبق حتى هو صرح بها بانني انا راه ما تنستافدش والو من هاد المباريات، ماشي غير هاد المباراه، حتى المباراه ديال كاس الصداقه الاماراتيه المغربيه الفكره كانت ديالي، وكنت كنت طرحتها حتى هي على فوزي القزع رئيس الجامعه، وكنت في حسن الظن ديال الجميع لانني درت ديك المباراه وشتي النجاح ديالها. السنه الاولى جبنا مليون ديال الدولار كانت في المغرب، كان الفائز 700 والمنهزم 300 ألف دولار. السنة الثانية كانت 500 في 200.